السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم كما كتشوفوا غادي نحضر معكم موخيتو، عصير غازي كيجي صراحة رائع لذيذ منعش، وكذلك شغنقول لكم المذاق ديالو روعة. إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فأنا كندعوك بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما أي جديد، وما تنساش الضغط على زر لايك. ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاج واحد 3 ديال الحامضات يكونوا بحجم كبير، ممكن تستعملوا اللون صفر وممكن تستعملوا الحامض اللي القشر ديالو لون خضر، شنو ما كان عندكم غادي تحضروا به هذا العصير. هذا غادي نجيب انا هنايا واحد الحكاكة او مبشارة، وغادي ناخذ هذاك القشر الاصفر فقط، يعني ما غاديش نحاولوا نوصلوا للب الابيض لان هذاك البيض هو اللي كيعطينا المروره. فقط هنايا غادي ناخذ غير هذاك القشر الاصفر، غادي نبقى انا كنستمر هكا كنحك فيه، حاولوا ما توصلوش للبيض باش حتى ناخذ الكميه كامله ديال هاد 3 ديال البرتقالات او هاد 3 ديال عفوا ديال الليمون الحامض، وديك الساعه غادي ندوزو لتحضير ديال العصير. هنايا بعد ما كنكون قشرت او لحكيت هذوك 3 ديال الحامضات اللي عندي او الليمون الحامض، فغادي ناخد هكا واحد السكين وغادي نقشرهم، غادي نزول لهم هذيك الجلده البيضاء، حنايا ما محتاجيناش، غادي ناخدو فقط غير الحامض، وغادي نبدا هكا كنقطع فيه واحد الشرائح باش نحيد له هذاك العلف اللي كيكون فيه لداخل باش ما يعطينيش المروره ملي كنكون كنطحن في هذا العصير اللي عندي. واخا من بعد غادي نقطعو دوائر، غادي نضيف عليه كذلك هذاك القشر اللي انايا حكيت في الاول، من بعد غادي نضيف عليه وريقات ديال النعناع وثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. هنايا السكر سنيده كيبقى دائما على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق ديالكم. فقط هنايا غادي نحتاج كاس واحد ديال العنبه اللي غادي نطحن به هذا الخليط، ما غاديش نحتاج بزاف. ومن بعد غادي ندوز كنصفيه وندوز نكمل معكم الطريقه ديال التحضير ديال هذا العصير. Thank you.
بعد ما هنايا كنكون طحنت العصير ديالي غادي ندوز مباشرة اني كنصفيه، ودرت شوف هاد القريعة هادي اللون ديالو خضر لانني هكا كترت ليه ورقي النعناع، ممكن تقلو الورقي ديال النعناع وغادي يجيكم اللون ديالو صفيفر. واخا غادي نحتاج واحد القرعة ديال المناضة اولا مشروب غازي، ممكن تستعملوا المياه الغازية. هنايا بالنسبة لهاد المشروب الغازي ممكن هنايا ماشي ممكن، هنايا ضروري خصكم ديروا واحد المشروب اللي يكون اللون ديالو ابيض اولا اللون ديالو بحال الماء، اللي كتعرفوا انواع المناضه، راكم عارفين المناضه البيضاء والمناضه ديروا حتى المناضه الصفراء، ما ديروش شي مناضه ليمونيه. واخا غادي نحتاج هنايا مكعبات ديال الثلج اللي صراحه كتخلي داك العصير ديالكم كيبقى محتفظ على ديك البروده، وكيعطيكم واحد الطعم حتى هوايه يعني زوين. هنايا ما تكتروش كما قلت لكم، تكتروش السكر باش كتستمتعوا بالمذاق ديال هذا العصير. هذا هنايا بالنسبه لهذا راكم شفتوا كنت درت غير 3 ديال المعالق ديال السكر، كانت كافيه دوك 3 معالق ديال السنيده كافيه. هنايا غادي نديرو غير واحد الكميه قليله من هذا العصير، كيجي تقريبا هنايا راه مركز كيجي زوين. غادي تقريبا راني درت هنايا غير تقريبا ثلث ديال الكاس، ومن بعد غادي نعمر اللي بقى بالمياه الغازيه اولا كما درت انايا الصودا اللي هي المناضه. ديروا شنو ما كان عندكم. هنايا الكويسات ديالكم زينوهم بطرونشيات ديال الحامض، وكذلك حتى اوراق ديال النعناع كيجيو صراحه لذادين، عصير منتهى الروعه، لذيذ لذيذ بزاف. واخا نبقى نوصف لكم فيه مع التالين، الا ما جربتوش راه شي حاجه يعني واو. كيتباع على برا معروف بالاسم ديال مخيطو. كنتمنى انكم تجربوا هذا العصير وينال الاعجاب ديالكم، صراحه كيجي بنين لذيذ ومنعش. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوها بالضغط على الزر الاحمر زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وما تنسوش الدعم للقناه بالضغط على زر لايك. نضرب لكم موعد فيديو جديده قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.